سادات وسادة، تحية لحضراتكم في هذا المشهد الجديد. مشاهدين الكرام، فشلت قمة مجموعة الثماني الكبار في التوصل إلى قرار حاسم بشأن سوريا. في الوقت الذي أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الغرب قد يلجأ إلى التخطيط لإحداث انقلاب عسكري في سوريا، وذلك بالتنسيق مع شخصيات بارزة في النظام والحكومة السورية. ولعل ما يؤكد صحة هذه الأنباء ما جاء في البيان الختامي لقمة مجموعة الثماني الكبار، والذي أكد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الخدمات العامة في سوريا حتى بعد الانقلاب العسكري، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية. هل يلجأ الغرب إلى التخطيط لإحداث الانقلاب العسكري؟ هذا هو محور النقاش في هذا المشهد. ومع حضراتكم أرحب بضيفي في الاستوديو السيد الأستاذ جبر شوفي، عضو المجلس الوطني السوري. برحب بسيادتك. أهلا بسيادتك. اسمح لي نتواصل مع سيادتك في هذا الحوار ومع سادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع مشاهدين هذا التقرير، ابقوا معنا. محاولات غربية تسعى لإحداث انقلاب عسكري في سوريا بحجة إنهاء الحرب الدائرة على امتداد البلاد بين طرفي الصراع، قوات النظام والجيش الحر، يقول مراقبون. وفي مشهد يكشف عن دخول سوريا في دوامة جديدة من الأزمة، أكدت المعارضة السورية على تمسكها بالخيار العسكري بجانب الجهد السياسي حتى إسقاط نظام بشار الأسد. من جانبه أكد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في بيان له تعليقا على مواقف قمة مجموعة الثماني التزامه بقبول أي حل سياسي يحقن الدماء ويحقق تطلعات الشعب السوري في إسقاط نظام الأسد ومحاكمة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين، محتفظا بحق استخدام جميع الوسائل للوصول إلى ذلك، وعلى رأسها العمل العسكري. البيان أوضح أن نظام الأسد دأب على قتل المدنيين باستخدام الأسلحة البالستية والكيميائية والطيران الحربي، وهو مصدر الإرهاب الوحيد في سوريا، ويجب أن تصب جهود الدول كافة لمحاربته وحده من أجل تحقيق سلام دائم في البلاد. قمة مجموعة الثماني خرجت بعد يومين من المحادثات الشاقة باتفاق الحد الأدنى حول سوريا، إذ دعت إلى تنظيم مؤتمر سلام في أقرب وقت ممكن، وتركت كل المسائل الأساسية المتعلقة بالتسوية عالقة، ما يعكس الخلافات العميقة بين موسكو والغرب. وفي برلين، رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحديد طبيعة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لمسلح المعارضة السورية، بعد أيام من إعلان البيت الأبيض أنه سيزيد الدعم العسكري للمعارضة. وأقر مسؤولون أمريكيون بوجود جدل حول السياسة الواجب اتباعها إزاء سوريا، حيث اختلف رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمسي خلال لقاء في البيت الأبيض مع وزير الخارجية جون كيري حول فرص شن ضربات عسكرية جوية ضد الرئيس السوري من عدمه. وحذر ديمسي بشدة من أن الغارات الجوية تنطوي على مخاطر كبيرة، وأن شن الدفاعات الجوية السورية سيتطلب ضربات جوية على نطاق واسع. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما ارحب بضيفي مره ثانيه في الاستوديو السيد الاستاذ جبر شوفي، عضو المجلس الوطني السوري. برحب بسيادتك مره ثانيه. شكرا لك. اولا، كيف تابعت ما جاء في قمه الثمانية الكبار بشان سوريا حيال اختلاف وجهات النظر الامريكيه والروسيه تجاه الازمه السوريه؟ مساء الخير على الجميع. أولا أقول أن اجتماع الثمانية في الحقيقة كان مخيبا للأمال كعادة هذه الاجتماعات التي حتى الآن لم تقدم شيئا مفيدا للشعب السوري. مخيب للأمال بالنسبة لنا على الأقل، طبعا بالنسبة لنا ولمن يترقب هذا المشهد، هذه الحالة السورية التي وصلنا إليها. طبعا هناك تراجع أمام الروس، وكأني بالأمريكان يريدون أن يفوضوا الروس بحل في المنطقة يتوافق مع المصالح الروسية ويحفظ شيئا ما من المصالح الأمريكية. هذا التراجع أمام الروس هو تراجع خطير بالنسبة لنا نحن في سوريا. لا يمكن القبول أول شيء، أو التغاضي عن أن هدف أي مؤتمر للسلم
أي مؤتمر للحل السلمي أو السياسي بالأحرى أن يحافظ على طبيعة النظام الذي قتل كما هو معلوم ودمر البلاد ولم يبقي فرصة أصلا للعيش الكريم في سوريا. أيضا المخاطر الإقليمية كلها، كل هذه يجب أن تدفع كان بهذا العالم أن يتخذ خطوات جدية. مع ذلك يقولون أنهم سيحافظون على مؤسسات كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمصرف المركزي، وهذه أيضا تعني إعادة انتاج النظام المرفوع. يعني هو في تقديرك السوري، في تقديرك ما الذي كان يمكن أن تقدمه قمة الثمانية لمعالجة الأزمة السورية بعد كل هذه المؤتمرات؟ طبيعي أمام سنجنب جانبا الروس لأنهم فعلا حاضرين وشريك شركاء حقيقيون في قتل الشعب السوري وشركاء في كل تفشيل أي قرار دولي، ونقول كان على هؤلاء أن يتفقوا على مؤتمر فعلا جنيف التيم على أن يكون فعلا يفضي إلى وقف العنف أولا وإلى تغيير طبيعة النظام الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه وأوصل المنطقة إلى حافة الأخطار أن تشتعل بكاملها وتتضرر كل مصالح الدول سواء في المنطقة أو في العالم. هذا لم يأتي في عليه الشركاء بل تراجعوا عن ذلك، وما كان قد صرح به أوباما أو غيره من أنه لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا لم يأتوا على ذكره بل جاءوا عليه فيما بعد بتصريحات غير رسمية وخارج هذا الاجتماع. ثم أن ليس الخلافات في الحقيقة بين روسيا والغرب بشكل عام، لكن أيضا خلافات ضمن الاتحاد الأوروبي نفسه. هناك موقف ألماني متحفظ، هناك موقف فرنسي أكثر تقدما، هناك نوع من المراهنات على حكومة جديدة في إيران أو يعني شكل من أشكال المرونة في الحكومة القادمة مع الانتخابات الأخيرة لروحاني. وأعتقد أن كل هذه المراهنات ليست ذات نتيجة إيجابية ولم تعطي ما تستحقه الأزمة، لأنهم لم يخرجوا من عباءة ولاية الفقيه ولم تخرج المنطقة من بالأساس أساس الأخطار وأساس المعركة في هذه في سوريا يقودها الولي الفقيه عبر النظام السوري وعبر حزب الله وحزب وجماعة المالكي والحوثيون وغيرهم من هؤلاء، هو الذي يعطي هذه المعركة معركة اتجاهها الطائفي مع الأسف الذي يأخذ شكل من الصراع الشيعي محور شيعي مقابل المحور السني، وهذا ما لا نريده أن يأخذ هذا الطابع، أنما نظام قاتل مستبد مقابل شعب يريد الحرية. أثناء انعقاد قمة الثمانية الكبار تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن أن الغرب قد يلجأ إلى التخطيط لإحداث انقلاب عسكري في سوريا بالتخطيط مع شخصيات بارزة في الحكومة والنظام السوري، وأشاروا بالتحديد إلى بعض الجنرالات في النظام السوري. يعني مدى واقعية هذا الطرح من وجهة نظرك؟ يعني أكاد أقول أن ما يطرحونه عبارة عن تعمية وعبارة عن إلهاء للشعب السوري. لأن أي انقلاب سيحدث في سوريا يجب أن يكون في الحلقة الضيقة التي تحكم البلاد والتي هي من خلية الأزمة على الأقل والتي فعلا تستطيع أن تقوم بذلك. طبعا أنا لا أنفي أن يكون هناك بعض من لا زال يملك إمكانية صحوة ضمير ليقوم بهذا، لكن واقع الحال واقع ليس بالإفرادية يستطيع القيام بذلك، واقع البنية الأمنية الشديدة، واقع المراقبة، واقع كل الحالة كلهم في زورق واحد يغرقون. لا أعتقد أن هذه الإمكانية الآن متوفرة، وما يتحدث به الغرب أعتقد ليس أكثر من شكل من أشكال تطويل الأزمة وبالتالي إيحاء للآخرين أنهم مهتمون وأنهم لكن ما إمكانية ذلك، مع طبعا لا أحد ينفي أي إمكانية بشكل نهائي. يعني هو البعض يتحدث في ذلك قياسا على ما حدث في الأزمة العراقية.
يعني تم التخطيط مع شخصيات كبيرة في الجيش العراقي وتم الإطاحة بالنظام والسيطرة على الأمور في العراق، هل يمكن أم أن الأمر مختلف في معالجة الأزمة السورية عن النظام العراقي؟ أعتقد الاختلاف يأتي من أكثر من جهة. أولا قلت أن المجموع من يقود الأزمة في سوريا من حول النظام هم مجموعة كلها مشتركة بالدم، مشتركة في الفساد، مشتركة في التوحيد. يمكن أن تعطينا شكل التركيبة الأمنية المتحكمة في النظام السوري حاليا والتي يصعب اختراقها؟ البنية الأمنية واضحة، بمعنى أن هناك خلية أمنية تتشكل من قادة الأجهزة الأمنية الكبيرة وعندهم 17 جهاز أمني، لكن طبعا التركيز على مجموعة من الأجهزة الأمنية مع رئيس البلاد بشار الأسد، مع هؤلاء مع العائلة المقربة، وفي هذه التركيبة مجموعة محددة من العائلة المركبة من أقارب بشار الأسد الشخصيين، خاله وابن خاله، وهؤلاء يعني هم في خلية الأزمة. لذلك هذه التركيبة الأمنية وزعت البلاد منذ بداية الأزمة إلى دوائر، وخصصت كل خلية إلى منطقة، واتفقوا جميعا على كيفية إدارة الأزمة، وكانوا منذ البداية يقولون أن لو مصر وأن مصر وتونس كانوا أقصى من ذلك أو قاموا بإجراءات فعلية تجاه لما حدث ما حدث، وهذا يفسر السلوك العنفي الذي استخدمه النظام السوري منذ البداية. هم يعتقدون كانوا بشيء من القسوة يستطيعون إرضاخ الشعب ويستطيعون إنهاء هذه الثورة، وبالتالي تورطوا في حال لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يخرجوا منها إلا بسقوطهم كاملين. على أي حال نتواصل في هذا الحوار، ولكن اسمح لي أن أنضم إلينا عبر الهاتف الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور تحياتي أولا. أشكرك دكتور. في بعد فشل قمة الثمانية الكبار في التوصل إلى قرار حاسم بشأن سوريا، تحدثت تقارير صحفية أن الغرب قد يلجأ إلى التخطيط لإحداث انقلاب عسكري في سوريا بالتخطيط مع شخصيات بارزة في النظام والحكومة السورية. مدى واقعية هذا الطرح من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أنه هو طرح بعيد المنال كما ذكر الضيف العزيز في الاستوديو. بشار الأسد يعتمد على أهل الخاصة والمقربين في المواقع الحساسة والمواقع ذات الأهمية في الجيش وفي المخابرات وفي الأجهزة الأمنية المختلفة. أعتقد أن المسألة هنا باتت يعني واضحة تماما للسوريين وللعرب جميعا. سوريا هي ساحة للتنافس الدولي ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. روسيا تريد العودة بقوة إلى المشهد العالمي مرة أخرى، وتجد بأن إذا تم تفريط يعني والتخلص من نظام الأسد فإن مسواها هو التقلص على المستوى العالمي. أعتقد أيضا مسألة التعويل كثيرا على الغرب وأن الغرب يريد خيرا لسوريا، أعتقد هذا الكلام لابد أن يعاد النظر فيه مرة أخرى، وخاصة يعني والعراق ليس بعيدا عنا وأفغانستان أيضا ليست بعيدا عنا. الغرب الآن هو المستفيد من هذه الأزمة السورية، حيث يعني مسألة فتح باب الجهاد على بشار الأسد، فالغرب يريد التخلص من القاعدة وتنظيم القاعدة الذي باتت سوريا متوى لهم أو مسوى لهم أو هدفا لهم، وأيضا نظام الأسد الغاشم. يعني الأزمة مستمرة منذ أكثر يعني من دكتور اسمح لي، بعد كل هذه المؤتمرات وبعد كل هذه المؤتمرات الصديقة لسوريا في جنيف وغيرها من المؤتمرات المختلفة، يعني كيف تفسر أنت تبين وجهات النظر المختلفة بين أمريكا وروسيا حول الأزمة السورية، وما هو مستقبل هذه الأزمة بعد كل هذه الصراعات؟ أنا أعتقد أن روسيا لم تفرط بأي حال من الأحوال في نظام الأسد، وسوف تقف بجاوره بجانبه بكل قوة، وهي ترى بأن يعني سوريا هي المحطة الأخيرة لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم أي يعني تخلص من نظام الأسد معناه تقليص للنفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم يعني إنهاء حالة الصراع الدائرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا منذ الحرب البارودة حتى هذه اللحظات. أعتقد أيضا أن الصراع ليس فقط ممتدا ولكن أيضا يأخذ منحى دولي مختلف الآن متعلق بمحاولة عودة روسيا مرة أخرى،
تفاعل على الساحة الدولية خاصة مع الطموح الشخصي لبوتين ويعني روسيا مرة أخرى التي تريد العودة ليس فقط بقوة ولكن أن تكون فاعلا حقيقيا في هذه المنطقة وفي الساحة الدولية. أعتقد أيضا أن بوتين يريد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأزمة السورية لعلاج الكثير من الملفات العالقة ما بين هذين القطبين. أعتقد أيضا أن الفاعل الآخر أو الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد لا حول ولا قوة له، هو في النهاية هو مطيع ويعني سوف يقف بصف الولايات المتحدة الأمريكية. الأزمة الآن تتضح بأن السوريون هم الحل، هذا النظام لن يتم التخلص منه إلا بالأيادي السورية فقط. أعتقد أيضا بأن كانت هناك مزيد من التضحيات من الشعب السوري ونحن لا نريد أن نستغل الشعب السوري من أجل لعبة جديدة وقواعد دولية جديدة تفرض الآن من جانب الولايات المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية. أعتقد أيضا بأن ربما تكون إيران الجديدة، يعني وأنا لست من المتفائلين كثيرا بالرئيس الجديد، ربما تقوم بدور بشكل أو بآخر إذا حدث نوع من التفاعل والحوار المباشر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران والرئيس روحاني، خاصة وأن إيران ليس فقط تقوم بالدعم المادي ولكن أيضا بدعم النظام القائم بشريا من خلال حزب الله، من خلال الحرس الدوري الإيراني، ومن ثم بات على العرب أن يتخذوا موقفا موحدا تجاه هذه الأزمة، خاصة وأن العرب أيضا منقسمون على ذاتهم تجاه هذه الأزمة. فنسمع طارة فتح باب الجهاد ونسمع طارة أخرى تسليح المعارضة بدون ضغط حقيقي من الدول العربية، خاصة بعدما فشلت جماعة الدول العربية بأن يكون لها دور فاعل وناجز في هذه الأزمة. أشكرك جدا دكتور يوسي العزداوي الخبير بمركز الإعراب للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. أعود مشاهدينا إلى ضيفي في الأستوديو الأستاذ جبر الشوفي عضو المجلس الوطني السوري. يعني منذ أسابيع قليلة رفعت أوروبا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية، أنتم كمجلس وطني سوري كيف تشعرون بهذا الأمر؟ هل هناك دعم عسكري حقيقي للمعارضة السورية على أرض الواقع أم هي شعارات مرفوعة في المؤتمرات داخليا وخارجيا؟ من الواضح أن المسألة السورية أصبحت شاغل العالم وهناك مخاطر حقيقية يشعر بها الجميع ويهتم بها الجميع. لا أستطيع أن أقول أن ما يجري هو عبارة عن فقط تمضية للوقت، لأن هناك فعلا الجميع يشعر بالأخطار القادمة التي تهدد مصالح الجميع إذا اشتعلت المنطقة وجرى فيها أي تقسيم أو أي شيء من هذا القبيل. طبعا رفع الحظر عن السلاح الأوروبي كان خطوة إيجابية بتوجهه العام، لكن بالمستوى العملي إلى أي حد عندنا مجموعة من الأسئلة الواضحة الإيجابية، إلى أي حد فعلا تدعم هذه الدول المعارضة السورية؟ ما هي نوعية السلاح؟ هل هو السلاح الآلي؟ هل هو سلاح مضاد الطائرات الذي يحتاجه؟ هل هو القاذفات الصواريخ؟ كل هذه التي تحتاجها المعارضة هي أول شيء نوعية السلاح ومتى وكيف سيسلم. هذا التأجيل، هذا التسويف الذي مضى عليه أكثر من سنتين في الحقيقة دفع ثمنه الشعب السوري كثيرا من الدماء، كثيرا من التدمير، كثيرا من مجازر، كثيرا من تعمق الأزمة وامتدادها لتشمل المنطقة بشكل كامل. إذن نحن حتى الآن لا نرى جدية كبيرة مع تفاوت بين هذه الدول. نرى مثلا فرنسا وبريطانيا أكثر حماسا في هذا الجانب، رغم أن الخطوات العملية حتى الآن لا نستطيع أن نقول أنها وصلت إلى ما يرغب إليه الجيش الحر وما ترغب إليه المعارضة السورية، وكذلك ما يقال عن السلاح الأمريكي أو رفع الحظر عن السلاح الأمريكي. نحن نريد فعلا أصلا نظرية أن يكون هناك توازن وصولا إلى جنيف هو طرح أوروبي بشكل عام. أنا أطرح لسيادتك بعض الأراء التي قيلت في هذا الجانب. البعض يقول حتى وإن تم التنسيق الأوروبي
مع الجيش الحر أو المعارضة السورية وتم تسليح المعارضة السورية بالسلاح الكافي. كيف يمكن أن يكون هناك توازن بين الجيش النظامي السوري في ظل الدعم العسكري الروسي والإيراني الذي يعتبر بلا حدود؟ كيف يمكن أن تتوازن هذه الأمور مع أي دعم عسكري للمعارضة السورية؟ اشرح لي الموقف. لا بد أن دخول عناصر جديدة على الأزمة السورية أو حالة الثورة السورية، دخول إيران كطرف رئيسي يرسل بالخبراء ويرسل بالعسكر ويرسل بالسلاح وبكل أنواع الدعم الاقتصادي والمادي، ودخول روسيا ودعمها للنظام بالسلاح، ودخول حزب الله، كل هذه العناصر التي دخلت في الحقيقة تؤزم الموقف أكثر وأكثر. يعني هذا الكلام يحتاج إلى موقف دولي. هناك انتهاك للسيادة السورية عبر دول محيطة إقليمية، سواء من العراق، سواء من إيران، سواء حتى من فصيل كحزب الله الذي يتبع إلى دولي هي لبنان من جهة ويتبع لولاية الفقيه من جهة ثانية. كي يكون هذا الدعم حقيقي يجب الضغط على إخراج هذه العناصر من المعادلة، مع أنني على ثقة أن كل هذه القوات إذا تسلم الجيش الحر السلاح الكافي يستطيع أن يكسر هذه الهجمة الشرسة. هذا الغزو نحن الآن في مرحلة غزو بربري يتحالف مع نظام مجرم يدمر البلاد والعباد ويرتكب شتى المذابح الطائفية والمجازر ويدمر كل شيء، كل إمكانية. لذلك نقول الضغط الحقيقي يجب أن يأتي لإخراج كل العناصر الخارج المعادلة السورية من جهة، ودعم حقيقي مقابل صواريخ النظام، مقابل طائراته، مقابل كل ما يستخدمه من أسلحة غير تقليدية، كي نحافظ، نحن نطالب بهذا السلاح حفاظا على أرواح المواطنين أمام غزو هذا النظام الشرس، وليس السلاح لأجل السلاح. نتمنى أن يكون هناك حل سياسي حقيقي يفضي إلى وقف العنف مباشرة، يفضي إلى التغيير الوطني في سوريا، التغيير الديمقراطي، ينتهي هذا النظام الذي قتل حتى الآن الإحصاءات الرسمية حوالي 100,000، لكن حقيقة أكثر من ذلك بكثير، وشرد حوالي ثلث السكان سوريا أصبحوا مشردين، وبين مصابين، بين جرحى، بين مساجين، من شتى أنواع التشريد والتعذيب. اسمح لي أعود مع سيادتك مرة ثانية إلى قمة الثمانية الكبار وما قيل فيها على لسان القادة في أوروبا. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بيقول لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا، المستقبل، وأنه لا مستقبل لسوريا مع الأسد. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال أيضا أن قادة مجموعة الثماني يريدون إقناع الأسد أو الموالين للأسد الذين يعملون في داخلهم أنه راحل وأن سوريا لن تسقط في مستنقع الفوضى. فكرة إقناع الموالين للأسد كما جاء على لسان القادة الأوروبيون، هل هذه الفكرة قابلة للنقاش؟ هل يمكن إقناع جانب من هؤلاء بأن الأسد لا مستقبل له في سوريا، المستقبل بأي حال من الأحوال، وأن مصيره لابد وأنه الرحيل بأي حال من الأحوال طال الأمد أم قرب؟ هناك جانب واقعي في هذا الكلام. الجانب الواقعي أنه لا مستقبل بشار الأسد ولا لهذا النظام في سوريا، هذا شيء حتمي غير مقبول وغير واقعي أن يستمر بشار الأسد، لأن التقسيم والاقتتال وكل شيء سيبقى بعد كل هذه المسألة، وبالمحصلي لن يبقى بشار الأسد رئيسا لسوريا، وهذا جانب واقعي. أما الجانب الآخر يرتبط مع المراهنة على انقلاب عسكري، أننا نحاول أو نقنع من يتبعون لبشار الأسد. بماذا تقنعونه؟ ماذا قدمتم لهم حتى الآن؟ تمام. من استطعتم أن تستجلبوه؟ ما استقبل هؤلاء حتى وإن اقتنعوا يعني؟ نعم. ما موقعهم في هذه السلطة؟ في الحقيقة هناك يعني استعلاء أوروبي، عندما يفكرون بمنطقتنا يفكرون بعقل استعلائي، يفكرون بالعقل المتفوق، وبالتالي يفصلون لنا حلولا ويطرحون نظريات، وبالتالي كثير منها في الواقع ليس لها إمكانية تنفيذ على أرض الواقع، مع أنه من الطبيعي أن يكون مع تأزم الحالة في سوريا أن يعني يجري عزل لبعض العناصر، لبعض القيادات، أن
تأخذ هذا المنحة أو ذلك، لكن حتى الظرف لم ييسر لها ذلك ولم نساعدها على ذلك، لا الأوروبيين ولا الأمريكان ولا الروس. كلها كلمات حتى الآن. اسمح لي بينضم إلينا عبر الهاتف لواء دكتور عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيادة اللواء تحياتي أولا. أهلا وسهلا. سيادة اللواء، هناك بعض الأفكار أو بعض الأنباء التي تتحدث عن أهمية إقناع الموالين للأسد بأنه لا مستقبل للأسد في سوريا، وهناك فكرة تخطيط لإحداث انقلاب عسكري في سوريا. هذه كلها أفكار بتأتي بعد العديد من المؤتمرات وبعد العديد من النقاشات حول سوريا. كيف تقرأ المشهد في سوريا أنت؟ يعني أنا أعتقد هذه الأفكار قد لا تكون عملية وقد لا تكون أيضا منطقية، لأن الغرب لا يريد أن يستبدل بشار الأسد بانقلاب عسكري، ويريد أن يغير النظام من ويقتلعه من جذوره لبناء نظام مختلف تماما. ففكرة الانقلاب العسكري أو التخلص من بشار بانقلاب عسكري من داخل النظام، أنا أعتقد أنها فكرة مستبعدة تماما ولا يمكن لوجودها، خاصة وأن البنية العسكرية للجيش السوري هي بنية طائفية عقائدية سيطر عليها تماما، وهي أيضا صاحبة مصلحة في استمرار بشار. المشكلة ليس شخص بشار، المشكلة في النظام، والبنية العسكرية جزء رئيسي مكون أساسي للنظام المطلوب التخلص منه. دكتور، يعني البعض يقول إلى متى تستمر هذه المسابح في سوريا؟ إلى متى يستمر الصراع في سوريا؟ يعني هل من نهاية بأي شكل من الأشكال؟ ما هو التصور المستقبلي للأزمة السورية في تقديرك؟ يعني أنا أعتقد أن الأزمة السورية شديدة التعقيد، لها أبعاد ثلاثة، لها بعد محلي، وهذا البعد المحلي لم يتحقق فيه التوازن، وهناك تضارب شديد في المصالح. هناك بعد إقليمي أيضا لم تتحقق فيه أي نوع من أنواع التوازن بين القوى الإقليمية المختلفة حتى الآن، وحتى على المستوى الدولي حتى الآن لا تبدو أي بادرة للتوازن المصالح ما بين الولايات المتحدة وحلفائها من جانب، وبين روسيا والصين وحلفائها من جانب آخر، أقصد الحليف الإقليمي وهو إيران. أي مشكلة المعقدة يدفع ثمنها الشعب السوري. لا ننتظر حلا سريعا للمشكلة أو للقضية السورية. ما يحدث من دماء على الأرض السورية من الشعب السوري لا يعني هذه القوى الدولية أو الإقليمية من قريب أو من بعيد، لا يعنيهم أن يتم حل المشكلة بشكل سريع، ولكن كل طرف يعنيني أن يتم حل المشكلة طبقا لما يحقق مصالحه حتى لو طالب بعض الوقت. دكتور، هل باتت الدول العربية لا تملك أي ضغط بأي شكل من الأشكال على النظام أو الحكومة السورية؟ الدول العربية للأسف الشديد، المنظومة العربية بالكامل منظومة الآن غير متماسكة ولا يمكن أن تؤثر، هي لا تستطيع التأثير. تقييم الموقف العربي يرتبط بقدرته على التأثير، هل هو قادر على التأثير أم قادر على إنتاج بيانات وتصريحات وعقد اجتماعات، هو حقيقة الأمر غير قادر على التأثير، وبالتالي لا تأثير له، لا على القوى الداخلية السورية ولا على القوى الدولية ولا القوى الإقليمية. يمكنه أن يكون مؤثرا في الضغط على القوى إقليميا ودوليا إلا ما توحدت المواقف العربية بشكل مختلف عما هو الحال عليه الآن. أشكرك جدا لواء دكتور عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا. مشاهدينا، مع ضيفي السيد الأستاذ جابر الشوفي عضو المجلس الوطني السوري، قربنا على الانتهاء. في تقديرك، يعني مع تصاعد الصراع في سوريا بتتصاعد الأزمات داخليا وخارجيا حول سوريا أيضا، مستقبل ما يحدث في سوريا إذا بقيت الأمور على ما هي عليه الآن؟ مستقبل ما يحدث في الحقيقة هو أن هناك إرادة الشعب السوري ممثلة بهؤلاء الثوار، بهؤلاء الشباب الذين خرجوا وما زالوا مصرين
أن لا مجال لبشار الأسد في مستقبل سوريا. ولكن كيف يمكن المقاومة في ظل قلة المعدات العسكرية، الدعم اللوجستي بأي شكل من الأشكال، وهناك دعم عسكري بلا حدود على الجانب الآخر؟ يعني إلى متى؟ إلى أن تنتهي المعارضة أو الثوار أو الجيش السوري الحر؟ هناك طبعا قلت أن الإرادة والتصميم متوفران بشكل كبير، ولكن هذا معناه طالت أمد الأزمة إلى حتى لو طال الأمد. أنا أقول دائما أن يعني التراجع أمام النظام أو إجهاض الثورة سيكلف الشعب السوري تكاليف مضاعفة عما يقدمه من أجل انتصارها، لأنه سيعيد المدار إلى بدايته، وسيعود الصراع منذ البداية ويقدم الشعب تكاليف عالية سواء في الدماء أو في الدمار أو بغير ذلك. لذلك الشعب عندما حسم أو الثوار عندما حسموا أمرهم وقالوا الموت ولا المذلة، هم صادقون في ذلك ولن يتراجعوا قبل سقوط هذا النظام. إذا كانت هناك فعلا نحن نريد المساعدة الدولية، حماية أرواح المدنيين، تقصير فترة الأزمة للخروج إلى نظام جديد، للخروج إلى استقرار سياسي في سوريا وفي المنطقة، هذا إذا كان فعلا المجتمع الدولي أو ما يسمى تجاوزا بالمجتمع الدولي صادقا في إيجاد هذه الحلول، وإلا فإن الشعب السوري قابل لهذا التحدي ولن يقف قبل أن يسقط هذا النظام مهما كلفه ذلك من تضحيات. أنت ترى أن الثوار ماذا يقدمون وكيف، والأسلحة ليست يعني معجزة الحصول على أسلحة وإن كان بالشكل القليل، لكن المهم هناك الإرادة هي الأهم. أنتم كمجلس وطني سوري، ما هي أهم الرهانات بالنسبة لكم في المرحلة القادمة؟ لا رهان لا للمجلس الوطني ولا للائتلاف ولا لأي هيئة سياسية معارضة خارج رهانات الثوار. يعني والرهان هو التغيير، أولا وقف العنف وحفظ الدماء وحفظ ما تبقى من البلاد، ما تبقى من الشعب السوري، إعادة الاستقرار، العودة إلى سوريا حرة، سوريا متحررة من نظام استبدادي قمعي دفع بالبلاد إلى ما دفعها إليه من مخاطر ومن تدمير بنية أساسية حتى للعيش الإنساني في حده الأدنى. كل هذه لا خيار عند الثوار، لا خيار عند السياسيين سوى الخيار الذي اختاره الثوار، وكلهم مجمعون أن لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا، ويجب سقوط هذا النظام، يجب تحقيق سوريا الديمقراطية. وبالتالي رغم كل الصعوبات التي يعانيها الثورة السورية الآن، رغم دخول عناصر متعددة، ولكن الخيار ما زال هو فكرة قطع العلاقات مع النظام السوري. كما حدث وأعلنت مصر قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع النظام السوري، يعني إلى أي مدى أنتم تعاولون على هذا الأمر حتى وإن حدث من جانب العديد من الدول العربية؟ يعني كان القطع العلاقات هو جانب بالمعنى الدبلوماسي، جانب مؤثر يؤثر على النظام من جهة، قد لا تستفيد منه المعارضة كثيرا، قد لا يستفيد منه قوى الثورة كثيرا، لكن النظام يتأذى منه حكما على الأقل بالمستوى السياسي والدبلوماسي، قد ينعكس بعض منه أيضا على علاقاتنا بالسفارات، فهناك تعطيل مثلا لكثير من مصالح الشباب أو والمهجرين مع السفارة السورية مثلا بعد إغلاقها، هناك يحتاجون إلى كثير من الوثائق لابد أن تمر عبر السفارة، لكن بشكل عام هي خطوة دبلوماسية ذات أهمية يمكن أن تستثمر في سحب الغطاء عن هذا النظام كما جرى عبر جامعة الدول العربية ومؤتمر وزراء الخارجية العرب. سحب هذا الغطاء هو شيء معنوي هام، يمكن استثماره بالشكل السياسي بالشكل الدبلوماسي، يمكن استثماره بزيادة الضغط على هذا النظام، وبالتالي لا يمكن إلا يكون فيه جانب إيجابي الآن، لكنه ليس الحل.
أشكرك جدا، أشكرك جدا، أشكرك على هذا الحوار السيد الأستاذ جابر شوفي عضو المجلس الوطني السوري. شكرا جزيلا. شكرا لك تحيو. أنتم مشاهدين الكرام لكم منا جزيل الشكر، وحتى نلتقي طابت أوقاتكم بكل خير في أمان الله.